يأتي زائرو مقام الولي صالح محرز بن خلف سيدي محرز الكائن بالمدينة العتيقة في العاصمة تونس من كل صوب وحدب من أجل أخذ البركة واستقضاء الحاجات وطلب المدد والعون. وكان سيدي محرز أو سلطان المدينة كما يعرف زعيما شعبيا وشيخا صاحب علم، عاش في تونس بين العامين 953 و1022 ميلادي، واشتهر بدفاعه عن الفقراء والمساكين. اللي صغيرة نجي لهوني، وهذا وليداتي، هذا البنية والولد، ديما نجي نزور بهم ونروح. كل شيء كيف يصير عندي حاجة نجي نزور مبخت به، والله والنيات الحمد لله. ونمشي عاد نجيب الصغار مرة في الشهر ولا اللي هو، نزور نزور ونروح على روحي. شاي الله يا سيدي محرز، نجي نخف، نبدا مريضة نخف، نبدا هكا حدي ونروح شرهانة، حاجتي تتقضى والحمد لله. وحرص حكام تونس منذ العهد الحفصي إلى الآن على الاهتمام وصيانة مقام سيدي محرز الذي صنفته اليونسكو ضمن قائمة التراث العالمي الإنساني، نظرا لهندسته المعمارية الفريدة التي تجمع الطراز المعماري الحفصي والمرادي والحسيني. كما يكن اليهود التونسيون لسيدي محرز الاحترام والتقدير، حيث يأتون لزيارته عرفانا منهم لأنه أسكن أجدادهم بالقرب من بيته بعد أن كان محظورا على يهود تونس السكن داخل أسوار المدينة. نجي على بركتي وعلى صحتي وصحة أولادي، وباهي هو الولي بتاعنا في المجتمع تونس، هو الولي بتاعنا صالح وباهي محترم، باهي نحترموه ونحبوه، واللي تجعله حاجة ولا متقدر يجي هنا سيدي محرز يتفرهد بقدرة ربي. سيدي محرز الشيء لله ولله، بركتي تحفونا برشا، باهية أموره واضحة. كي نبدأ أنا متأسفة ولا عندي حاجة مقلقتني، نهز روحي ونجي سيدي محرز. وساعات نبدا قاعدة في الدار، قولي شكون يهزني ويرميني هنا بالوقت. طول ديريكت نبدا قاعدة، نجي لهنا نلقى روحي بسيدي محرز. ولي صالح باهي طاهر نظيف الحمد لله. المجتمع الكل لي أنا. وتقول الأسطورة الشعبية التونسية أن سيدي محرز يحمي تونس من أي خطر أجنبي، لذا فهو يبقى في الذاكرة الشعبية سلطان كل زمان.